قائد زرع البسمة على شفاه الأطفال. المقاوم الأول، القائد الخالد، القائد الحبيب، القائد الاستثناء، القائد الاستثناء، القائد الخالد الحبيب، الحبيب الاستثناء. زرع النصر على جلاه الرجال. هو رئيس الجمهورية العربية السورية. نبيل اسمه، دنيء عمله، خضور التوجه والهوى. مذيع برتبة قائد جوقة تطبيل، ضابط للإيقاع، ومايسترو في الأداء. رغم كلاسيكيته، من الانتقاص أن يقال عنه مجرد طبال. وأنا باسم كل ابن شهيد وبنت شهيد أقول لك بأننا نحن كبشر على هذه الأرض جميعنا لربنا عابدين، إلا أنت فأنت زين العابدين. بزغت موهبته منذ نعومة أظفاره وتميز بها عن أقرانه، ولكنه اختار الطرق القديمة. سيد الكريم، وهي حجر وعصر الرحم. وهنا استذكر قول القائد الخالد حافظ الأسد. حافظ الأسد قدوته وحبه الأول والأخير، فهو القائد الخالد الاستثناء، الحب، المقاوم الأول، زارع بذرة المقاومة في خضور الذي حفظ أقواله عن ظهر قلب. وهنا استذكر قول القائد الخالد حافظ الأسد، عندما تتكلم عن سوريا، قال: عزت سوريا عز العرب. طفل سابق درس في مدرسة الحياة وأتم دراسته على مذهب حافظ الأسد، وتخرج في كلية الإعلام، ولكنه أبدع في الفنون الجميلة. سيادة الرئيس، نحن بوجودك كما كنا في الماضي والآن وفي المستقبل كما تقول يا سيدي، بوجودك نتحدى الكون بشرقه وغربه وشماله وجنوبه. وأنا يساري التوجه، إيراني الطبع والتطبع، المقاومة عقيدته، وحافظ قائدها وقائد العرب والعروبة. على ذكر العرب والعروبة، هناك قول القائد الخالد الحبيب حافظ الأسد: سوريا نور ونار. يكره الإعلام المأجور والمعادي والفاجر، كما يكره المنافقين والمطبلين والمزمرين. على ذكر هؤلاء سيد الكريم، أيضا يستحضرني قول الحبيب الاستثناء حافظ الأسد عندما قال: نحن في سوريا من أساء إلينا جاهلا فلقد عذرناه، ومن أساء إلينا عالما فللضمير وللتاريخ تركنا. متمرد الشخصية، حاد الطباع، يرفض الظلم، فقاد ثورة ضد معن حيدر برسالة على الهواء مباشرة لبشار أسد عام 2005، فلم يخضع إلا لله جل جلاله أولا، ولشهدائنا العظام ثانيا، ولك يا حافظ الأسد أولا وثانيا وثالثا. معجب كبير بسوزان نجم الدين، داعم لحقوق المرأة، ناطق بلغة العشق، باحث عن الهوى وعن صديقته سلمى في البر والبحر والجو. أتقن صنعة الإعلام وأداها بصدق بأسلوب خاص مميز، فأوقع كبار الضيوف بفخاخه وبثلاث خطوات فقط. ماذا تقول عن هذا القائد الاستثناء حافظ الأسد؟ تبدأ الخطوة الأولى بالتنويم المغناطيسي عبر التطبيل للضيف ذاته قبل السؤال. هل أضف إلى دمشق عرقاً استثنائياً من عرق الياسمين في دمشق؟ وفي الخطوة الثانية ينصب شباكه بتطبيلة من العيار الثقيل لحافظ الأسد، تربك الضيف وتتركه بموقف المدافع. سيد الكريم، أنت قادم من أرض المقاومة، من لبنان الحبيب، من لبنان الشقيق. ماذا تقول لروح المقاوم الأول، القائد الخالد، القائد الاستثناء حافظ الأسد؟ أما الخطوة الأخيرة فتلك التي يقف فيها الضيف مذهولاً عاجزاً أمام ما سمع، قبل أن يقضي عليه خطور بالسؤال المدمر الذي لم يتغير سابقاً ولن يتغير في المستقبل. ماذا تقول وباختصار للمواطن العربي، وماذا تقول للحكومات العربية؟ ماذا تقول للمواطن في سوريا؟ ماذا تقول لروح المقاوم الأول؟ ماذا تقول للرئيس المقاوم بشار الأسد؟ نحن على مقربة من الانتصار، ماذا تقول؟